في الملف الإيراني أيضا ولكن من الكويت الآن، حيث يبحث رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي التوترات في المنطقة على ضوء التصعيد الأخير. في هذا الملف معنا من الكويت مراسلنا سعد لانزي، وسينضم إلينا من هناك أيضا الكاتب والباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. مرحبا بك معنا سعد. زيارة لافتة لرئيس الوزراء العراقي إلى الكويت في هذه الظروف الحساسة، ضعنا في صورة هذه المباحثات خاصة في ضوء الحديث على أن العراق يعني سيرسل وفود إلى واشنطن وإلى طهران، وربما يكون له دور ما في تهدئة الأوضاع. نعم، في ظل هذه الظروف من تهدئة وتصعيد متكرر ومتزامن يوميا، الكويت تجهز نفسها للأسوأ. والآن هناك كثير من وزارات الدولة تقوم بإجراءات احترازية لتحضير أو تجهيز الكويت الأسوأ من حيث الغذاء والدواء وغيرها من الأمور الأخرى. في هذا الإطار تأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي للكويت، وحسب علمي فإن هذه الزيارة تأتي في إطار تشاوري وليس في إطار إيجاد وساطات محددة بين أمريكا وإيران. فطبعا الكويت تسعى، وقد يعني أتى على لسان أميرها بالأمس أن يدعو إلى الحكمة في التعامل مع الأمور. القراءة السياسية في الكويت للوضع بأن الوضع خطير وخطير جدا، وأن احتمالات الحرب ما زالت كبيرة جدا، وفي هذا الإطار تتعامل مع هذا الوضع وتدعو الجميع إلى التهدئة وتدفع باتجاه التهدئة والنائب المنطقة عن أي احتمالات توتر وصدام مستقبلي. أن الكويت تعرف وقد عاشت حروب من قبل، وتعرف ماذا تعني هذه الحروب يعني وكوارث هذه الحروب على الشعوب وعلى اقتصاداتها وعلى السياسة وعلى أمور كثيرة جدا. إذن الكويت تدفع باتجاه النأي في المنطقة عن التوتر والصدام، ولكن حسب علمي تأتي هذه الزيارة في إطار تشاوري وليس في إطار إيجاد وساطات محددة بين إيران والولايات المتحدة. سعد، باختصار أشرت في بداية حديثك إلى أنه التجهيزات في الكويت جارية يعني للسيناريو الأسوأ، ضعنا في صورة ما يجري من تحضيرات في الكويت لمثل هذه السيناريوهات. نعم، أكثر من وزارة في الكويت وضعت الآن خطط الطوارئ القصوى. هناك وزارة الصحة يعني بدأت إجراءات الطوارئ وتسعى الآن، تحدث وزير الصحة عن إيجاد مخزون، عن وجود مخزون طبي يكفي لست شهور. أيضا وزير التجارة وغيره من الوزراء تحدثوا عن وجود مخزون غذائي أيضا يكفي للكويت. هناك أمور أمنية طبعا تقوم بها أجهزة الدولة العسكرية والأمنية للتحضير الأسوأ في ظل هذا الإطار، في ظل إطار يعني أسوأ السيناريوهات، لأن الكويت عاشت وتعرف ماذا يعني ماذا تعني الحروب، ولهذا فهي تجهز نفسها للأسوأ متمنية مؤاملة بأن لا يحدث الأسوأ، وأن تكون الأمور يعني في إطار الاحتواء فقط وليس في إطار الصدام المباشر العسكري. شكرا لك سعد لانزي مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة من الكويت. الآن من الكويت أيضا ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. مساء الخير دكتور صالح، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. زيارة كما أشرنا مهمة لرئيس الوزراء العراقي. بداية، ما الذي يمكن لدولة مثل العراق ودولة أيضا مثل الكويت أن تفعل في ظل هذه التوترات المتصاعدة في المنطقة اليوم؟ يعني أنا أعتقد أن هذه الزيارة تأتي في إطار محاولة محاصرة التداعيات. تعرف أن لا الكويت ولا العراق لديهما الإمكانية لوضع مبادرة بين الطرفين، لأن الأمور تجاوزت الآن مرحلة العودة إلى الوضع السابق، لكن في ظني أن البلدين معنيان مباشرة بما يمكن أن يحدث من تداعيات. لا تنسى أن أحد السيناريوهات المطروحة على الأقل من الجانب الإيراني أو من التخوفات اللي يطرحها الأمريكان هو أن تكون هناك حرب بالوكالة عبر الميليشيات أو عبر الأذرع إيران في المنطقة، وتعرف أن إيران لها سطوة وسيطرة وتأثير كبير في العراق، وبالتالي فإن إذا ما استخدم هذا السيناريو الحرب بالوكالة وعبر الأدوات الإيرانية فإن العراق ستكون بالتأكيد ساحة من أهم الساحات، والكويت على تماس مباشر مع العراق،
وفيما إذا حصل هناك تحريك للمجموعات المؤيدة لإيران في العراق، فهناك قلق كويتي من أن يكون هناك تأثير على الحدود في الكويت، أو أم تمثل المصالح الأمريكية في الكويت عبر الأدوات الإيرانية. تعرف أن ويعرف الجميع أن إيران لن تقدم على مواجهة مباشرة مع الأمريكان، ستسعى وستحاول عبر أدواتها في المنطقة وعبر الميليشيات المتوزعة في كل مكان أن تستهدف المصالح الأمريكية، وهذا ما أعتقد أنه يحرك البلدان أو الحكومتين في البلدين من محاولة محاصرة التداعيات الممكنة فيما إذا تطورت الأمور إلى هذا النحو. العراق كما أشرت دكتور صالح مرشح لأن يكون ساحة صراع إذا تصاعدت الأمور بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن في المقابل البعض يرى العراق كأيضا صمام تهدئة. مبعوثة الأمم المتحدة في العراق قالت اليوم العراق قد يكون عامل للاستقرار في منطقة مضطربة بدلا من أن يكون ساحة للصراع. هل العراق مؤهل بالفعل للعب دور من هذا النوع؟ لا أعتقد أن دول المنطقة لديها القدرة. الولايات المتحدة وسياسة البيت الأبيض سياسة واضحة وصريحة، وهي تحمل النظام الإيراني مسؤولية كبيرة في إشاعة عدم التوتر والفوضى في المنطقة، وبالتالي هناك قرار أمريكي بمحاصرة إيران. لا يمكن لأي قوة أو أي دولة أن تؤثر على هذا القرار الأمريكي، يمكن أن تقلل من حدة هذا الصراع، لكن في المحصلة المرحلة الآن دخلت في مرحلة لا حرب ولا سلم، تجاوزت مرحلة السلم، والبعض يحاول أن تبقى هذه الأمور في هذه المرحلة منزلة بين المنزلتين، لا هي حرب صريحة ولا هي حالة سلم، وبالتالي محاولة الوصول إلى أن تبقى الأمور في هذا الوضع ستاتيكو، لا حرب ولا سلم على أقل حتى يتم انجلاء الأمور وحتى يكون هناك تغير أو تعادة تموضع مثلا للنظام الإيراني، أو محاولة نجاح للسياسة الأمريكية في زحزحة المواقف الإيرانية. وبالتالي أنا أعتقد أن القرار الأمريكي واضح وصريح ولا رجعة عنه، هو إضعاف إيران أو محاصرة إيران، لكن أعتقد أن هذا نتيجة أخطاء سابقة. تعرف أن الإدارة الأمريكية في عهد أوباما كانت ترى فقط من إيران موضوع الملف النووي فقط من كل السياسة الإيرانية، ويمكن هذا أن يكون سياسة إيرانية في أن تركز إدارة أوباما كل تهمها على أن تنزع الملف النووي الإيراني وتترك كل الأوراق الأخرى الإيرانية من تمدد الإيراني في المنطقة والميليشيات التي تسلحها إيران تركتها إدارة أوباما، وبالتالي أخذت موضوع الملف النووي أو التنازل الإيراني في موضوع الملف النووي والاتفاق النووي، لكنها في المقابل كسبت إيران أوراق أخرى من تمددها في المنطقة وسيطرتها وميليشيات التي تحكم وتعيث في المنطقة فوضى وحروب. على ذكر الاتفاق النووي دكتور صالح، خبر عاجل قبل قليل، تصريح لمرشد المرشد في إيران يقول فيه أنه الرئيس روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف لم يتصرفا بحسب رغبات المرشد عندما طبقوا الاتفاق النووي عام 2015. يعني تلميحات جديدة إلى أن إيران ربما قد تكون يعني في وضع قد تجد نفسها مضطرة للانسحاب من هذا الاتفاق. ما رأيك في هذا التصريح؟ يعني تعرف أن سياسة إيرانية محببة دائما تستخدمها وهي سياسة حافة الهاوية، وتلاحظ أن هناك تناقضا بين التصريحات بين الحرس الثوري والمرشد الإيراني وبين تلك التصريحات الناعمة واللطيفة التي يطلقها الرئيس أو وزير الخارجية من عدم رغبة إيران في الحرب ومن حرصها على السلم الدولي، في المقابل تجد تصريحات متناقضة. هذه السياسة الإيرانية معروفة، سياسة التناقضات الموجودة، طرف يشد وطرف يقوم بالتهدئة، وهذه من ضمن السلوك الإيراني والاستراتيجية. نجحت إيران في هذا السلوك مرارا وتكرارا في استخدام سياسة حافة الهاوية، وكان أكبر مثال لذلك سياستها عندما استخدمتها في الملف النووي، كما كانت تصل في الأمور إلى حد الانفجار لكنها تتراجع. لكن المشكلة الآن أن سياسة حافة الهاوية التي تتبع إيران لن تنجح مع سياسة الهاوية بنفسها التي يتبعها ترامب. ترامب لا يعرف الحلول الوسط، هو يصطدم مباشرة ويريد الوصول إلى الهدف مباشرة ولا يعنيه أي تداعيات. لاحظنا ذلك في كل قراراته مع حتى على الصعيد التجاري والاقتصادي مع الصين ومع تركيا ومع الاتحاد الأوروبي ومع المكسيك، هو يبدأ بالفعل
وينتظر من الطرف الآخر أن يستسلم أو يخضع أو يعيد التفاوض. وبالتالي الولايات المتحدة ترامب تستخدم الهاوية ولن تنفع معها سياسة الحافة الهاوية التي تلعبها إيران سابقا وتريد أن تلعبها حاليا. شكرا جزيلا لك الدكتور صالح السعيدي الكاتب والباحث السياسي، كان معنا مباشرة من الكويت.